ميناح القلويد هو واحد من بين الوجهات المميزة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، خاصة وأنه مجهز بكيفية تجعله قادر على استقطاب سفن كبيرة الحجم. ميناح القلويد تخصص في نقل المسافرين وتخصص في السياحة الترفيهية. وميناح القلويد اللي هو معناها ميناء قريب ياسر من المعالم الأثرية كما كارتاج ولا سيدي بوسعيد ومن المدينة، خلى المسافرين هما الأغلبية متاعهم أوروبيين يجيوا يعملوا دورة في البحر الأبيض المتوسط الغربي. البلد الوحيد اللي مش أوروبي وتزوروا هالبواخر هذه هو تونس. Parce que c'est un très beau pays, c'est déjà la troisième fois que j'y viens, que j'aime beaucoup, et que je suis très contente de ce qui s'est passé chez vous, et que votre pays est libéré enfin, et que ça c'est très très bien. حتى العام 2006 كانوا أهل السياحة دوما يدخلوا للميناء في وسط السلع، في وسط منها سلع خارجة وسلع داخلة، ومع السلع يتعداوا بالميناء، ومع أن حتى تجهيزات خاصة بهم يخرجوا. عام 2007 الديوان البحرية التجارية والموانئ أعطى لزمة لشركة حلق الويد السياحة الترفيهية اللي هي باك اللزمة هذه بناء واستغلال وإحالة، بنات رصيف 657 متر طولي، وبنات قرية سياحية بالطابع التونسي وباك الأسلاكتور تونيزيان. حتى 2010 كنا نعملوا في 10 و15% زيادة كل عام بالنسبة لعدد السياح، من 193 ألف سائح زاروا تونس عام 2010. هالبواخر السياحة الترفيهية ما يجيوش هكا وبرا، معناها احنا قبل بعامين وثلاثة يبداو يحضروا ويبعثوا البروغرام نتاعهم واحنا نوافقوا لهم عليه. عام 2011 كان من معناها المتوقع المؤكد معناها باش نعملوا اكثر من مليون سائح. وقت لجات الثورة السياح عزفوا على جاي لتونس خوف من معناها من الانستابيليتي ومن السيكوريتي في البلاد. وقت لجات الثورة فما شكون هرب وفما شكون قعد وشد صحيح في تونس، مواصل مع تونس إلى حد هذه الساعة. في السنوات الفارطة عندنا زوج مجهزين كبار كوستا ولمسي يعملوا تقريبا في 70% من السياح هذوما زوج مع بعض. في 2011 المجهز كوستا خير كونه ما عادش يجي لتونس. الشركة لمسي قعدت تجي لتونس وواصلت في النسق هو نفسه. كونوا عملنا في بلاصة نعملوا مليون سائح سنة معناها 2011 عملنا 313 ألف سائح، نقص كبير ياسر تقريبا 30% من المتوقع. هذا ما هو راجع لحتى شيء، راجع كونه المجهزين وقت اللي يلقاو البيوعات متاعهم على الوجهة التونسية نقصت ينقصوا ما عادش يحبوا يجوا لتونس. هو يقول القائل ما فماش كان هذا السبب، فما اسباب اخرى. اسباب اخرى هي سكون ابل لا لوا دو مارشي، كي احنا كان عندنا قوه وعندنا معناها علاش ندلوا السوم نتاع التعريفه نتاع الباساجي وصلت ل 5 اورو رغم اللي حتى قبل تقلقوا لي زرماتور، اما الوجهه التونسيه ما نجموش يعوضوها وما عندوش خيار، واحسن وجهه والتوريست نتاعو يحب يجي لتونس، والقريه السياحيه اللي تحكي عليها كانوا الاحوانت الكل محلوله، وكان معناها انيماسيون فيها وكان فيها جو ترا سياح كيفاش يجيو كيفاش يصرفوا فلوس. كوننا جروب بيرمانونت
متشكلة في أنيماسيون تعمل عروض تنشيطية ثقافية سياحية، تصدير ثقافي سياحي. أنا مش العروض المعتادة اللي نلقاوها في الليزوتيل العاديين. هذه القرية خصيناها بطابع خاص متمثل في تابلوات، نلقاو فولكلور، نلقاو الموسيقى ديما تعمل استقبال كي تدخل الكروازير مهما كان الوقت نتاعها. تلقى ديما الجروب تاع الموسيقى موجودة في الاستقبال نتاعهم بإيقاعات وعزف حلو وماهوش تهريجي. اليوم السائح ولا عنده احتراز باش يمشي لتونس؟ توا مبدئيا بعد الثوره ما تعرف الحركه خفت بصفه كبيره، فهمت، بصفه ملحوظه، فهمت. قعدنا توا يزلنا حاولوا كيفاش باش رجعوا، فهمت، السياح اللي مالوزمو خسرناهم. والله نتأزموا على مشروع كيما هكا، معناتها يدخل يوفر برشا مواطن شغل ويدخل معناتها الديفيز البلاد، فهمت، ويخدم مواطن شغل ديريكت وانديريكت. فما تقريبا 1500 مواطن شغل. مشروع كيما هذا مسكر، الكومباني ام اس تهددها، الميزات الوحيده اللي قاعد تخدم هي قاعده تهدد، قالت لك على ديفونس باساجير هو 5 اورو ياسر، ثم اغلى دوله في العالم. بون في الميديتراني مش في العالم، فهمني. هو باش نعرف التعريفه راهي ضبطت في مجلس وزاري مضيق، وراه ما ينجم ينحاها كان مجلس وزاري مضيق، لازم هي قرار من قرار تاخذ في مجلس وزاري تنحيتها ولا تخفيض فيها ولا حاجه، لازم مجلس وزاري. يبقى مسيرها القرية غامض لحد الآن. إن شاء الله بالأخص الوضعية متاع القرية تظهر معناها بصفة جلية، ندرى باش ترجع معناها تتفك الكونسيسيون باش ترجع للديوان، وهذا ما نأملوه أنا كرأي الشخصي، باش نخلقوا مواطن شغل ونوريوا نشغلوا حتى الإطارات متاع السياحة يوليوا يدخلوا مع لوفيس، والا معناها نشوفوا ان بون كونسيسيونير، فهمت، انسان معناها فيابل. مثلا مطروح مش كان في الميناء، مثلا في هذوما في الاملاك اللي تمت مصادرتها الكل، مطروح الدوله كيفاش بتتصرف فيها؟ واحنا قدمنا كديوان، قدمنا الاقتراح نتاعنا ونستناو فاش باش شنو باش يصير، شنو اما باش نعاودوا لزمه واحده اخرى يندرى، ولا باش تتحط نعملوا أبل دوفر ويجي واحد آخر، ولا باش ترجع للديوان ويتصرف فيها الديوان، خاطر الشركة ما عملته الكل هذاك صحيح سخر الماطري، لكن سخر الماطري ما حدش يجيبه حتى فرنك، معناها هذه قروض وقروض معناها الدولة التونسية. معناها القرية السياحية فهمتني تعرفوها والناس كل يعرفوها، أخذها سخر الماطري فهمتني وعطاها للناس الأقرى جمعته هو كما طارق ميلا، استولى على 36 ولا 38 حانوت، وفرض على الجماعة اللي ما معناها الارتيكل اللي يخدم فيه هو ما يخدمه حتى واحد. هذا بالنسبة للتعاملات ما بين بعضهم، فهمتني، معناها كان يجي واحد براني باش ياخو هذه القرية ياخو حانوت يقول له لا ويشعل فيها النار، يقول له ب200 مليون 150 مليون، فهمتني. احنا عندنا مشكلة مع جي اس اي غوليت شوبينغ كروز، هذه عندنا مشكلة، احنا باش نقصوا في السوم الكرا، احنا كارين 1000 دينار 500 متر كاري، تبات سيزون لا اوت سيزون كيف كيف. الوضعية نتاع القرية قعدت معلقة، فهمت، قعدت معلقة ومش في صالح معناها لا السلطة المنائية، فهمت، اللي احنا نمثلوها، ولا مام حتى الكونسيسيونير، فهمت. ونأكد لك القرية السياحية هذه إذا تخدم أبلانتون نجم معناها هي اللي معناها تخلق فرص عمل حتى على نطاق 7 ولا 8 برات نتاع معناها تونس، سواء كانت معناها سياحية أو معناها تجارية، خاطر حلينا احنا القرية السياحية على معناها يدينا ونعرفوا شنو معناها، فهمت، الروندمون تاعها سي كيلك شوز دو فورميدابل، فهمت. صحيح القرية السياحية وفرت برشا مواطن شغل في وسط الميناء، لكن في المقابل تضرر منها أصحاب المحلات بالمدينة وبسيدي بوسعيد. القرية السياحية ماهيش في صالحنا، خاطر احنا اللي البرة، احنا ما عندنا حتى أسيرونس، دونك احنا تساعدنا باش تجي توريست تخرج من الباتو تخرج طول سيدي بوسعيد وإلا تونس والمناطق السياحية. بالطبيعة عثرت مادام فما الحال حوانت غاديك،
فهمتني الكليون يتعدى فهمتني يتعدى لهم اليوم هما. وفما ساعات يتعامل مع الجيوده غاديك فهمتني يجي مثلا هابط فهمتني يقول له هاو عندكم فري شوب وارخص وشيلوا من هنا وامورهم رجله مولوجي وتابع الدوله ومش كيما البره في الحوانت. احسن وسيله كي كانت تسكر هذيك بي حاجات اخرى تبيع لي بارفان كيما معروف الفري شوب يبيعوا لي بارفان ما يبيعوش الارتيزان عليه يبيعوا الارتيزان موجوده لبرا. بالنسبه لنا احنا القريه اول محله بينسير اثرت علينا خاطر سوق نتاع ارتيزان عندهم اسعار فيكس شبه فيكس خاطر هما يزيد شويه في السعر لكن مسميه معناها سعر قار ولا سعر تاثر علينا خاطر يخرج لك السائح وقت اللي يخرج من البورت من الكروز معناها من يخرج عنده سوق باش يشري منه فهم ينجم يجيك لهنا وما يشريش ويصير برشا مرات اللي هو يجي للقريه السياحيه كسوا سيدي بوسعيد والا تونس وما يشريش يرجع يشري من القريه السياحيه. من بين مواطن الشغل اللي وفرتهم القريه السياحيه نلقاو التاكسيات اللي يتعاملوا بصفه رسميه مع ميناء حلق الواد والسؤال المطروح هنا كيفاش تتم عمليه ادراجهم في تونس. هم 14,000 سيارة تاكسي فردي ما نجمش نقبلوا الناس كلها ما نجموش كل نقبلوهم في وسط الميناء. ثم عباد قدموا موجود تواجدين ويعرفوا المهنة ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع التوريست عندهم عطينهم تراخيص باش يدخلوا بالطريق بالتداول ما بين بعضهم يدخلوا للميناء ويهزوا بالطريق بالتداول عندهم دي باج داكسي يدخلوا الميناء منظمين امورهم رجله الباج هذا يدخل به البورت عاك ونخدم عاك الكروازيير فهمت. بالنسبه للبورت يتعلق بها برشا حاجات من ناحيه الكهرباء لازم تبدا نظيفه الهندام البشري لازم يكون لايق فهمني يعني نخدم حاجه مطابقه للاصل الاصيل نتاعنا التونسي مثلا تاكسي لازم يكون مولاها فهمني محترم لازم يكون فهمني عنده شروطه يحكي شويه لغات يبدا فهمني ما ينطرش على الكليون ما يجريش ما كذا ولوك ندخلوا غادي كناخذوا فهمني ناخذوا الكليون معنا نحكيوا معاه شويه ونمشي بالضبط نهزوه نوسعوا بالنا معاه نستنوه ونعاودوا نرجعوا البورت يعني في حفظ الامان عباره كانوا يطلع في التاكسي عباره كانوا في داره. هي العمليه راهي منظمه قبل كانت ثم فوضى كبيره كنا في البورت سنترال كانت العمليه ماهيش منظمه بكل تو العمليه ولات منظمه في اطار قانوني عندنا شهر عندنا يشرف عليها ديوان المواني البحريه العمليه التنظيميه يشرف عليها الامن فهمني التاكسيات يدخلوا معناها في اطار منظم ثم رقابه من طرف الشرطه من طرف الديوانه والعمليه منظمه وتشرف عليها شركه نتاع حلق الواد الرحلات السياحي. كان ثم فوضى قبل نظمناها وعملنا لهم سيركوي والتاكسي يعرف اللي يمشي مركز السائح ما يمشيش به نيمبورتو ماهوش فواياجور مش تونسي معناها باش يهزوا من بلاصه لبلاصه هذا باش يهزوا باش يهزوا الكارتاج وباش يقعد يستناه ولا يهزوا سيدي بوسعيد ويقعد يستناه حتى يرجع له بالوقت ويعرف معناها السيد يعرف البواخر كيفاش تجي وقتاش تخرج. احنا كسواق سياره تجرى تاكسي معناها صغيره الحجم تاكسي فردي نرفع اربع انفار بركه المفروض تاكسي سياحي يعبي مره ويمشي على روحه ما عنده شو الاولويه اللي باش تخليه يعبي هو مرتين وهما الاعداد نتاعهم 30 ولا 35 سياره مقسمه بين 6 افراد وبين 8 افراد معناها ثم سيارات يرفعوا 6 افراد وثم سيارات يرفعوا 8 انفار معناها 8 افراد. الاشكال لهنا احنا لقيت التاكسي الفردي فيها 350 سياره والله التعريف احنا ما عندناش فيها حتى دخل احنا عندنا المفروض عندنا العداد اما التسعيره عملتها شركه لانه الحريف ينجم يركب معك ساعتين كيما ينجم يبقى معك ثلاثه كيما ينجم معك يبقى معك نصف نهار تعريفها هي محددتها الشركه التاكسي ما عندوش فيها حتى دخل. 40 يورو تعمل كارتاج سيدي بوسعيد و40 يورو تونس برك وتعمل تونس وكارتاج وسيدي بوسعيد وترجع حتى البورت بطبيعه الحال فهمني 60 يورو هذا بالنسبه نحن غير معقوله فهمني خاطر ما فما حتى بورت في العالم عنده تعريفه نتاع الكروازيير فهمني كيما ينجم يطلع معاك هو الحريف كيما ينجم يطلع معاك كيما ينجم يطلعش معاك انت خرجت 5 تاع الصباح تعدي الديوان احنا عندنا بالكارت هذه نعملوا اجتياز حدود راه مش سهله راه
يزم تجيب لك حشاك الكلب وبش يشم ويحل المان ويهبتك من كرهبتك ويشوف يفركس على روحه وبعد تلي يدخل. إذا كان اسمح لك الديوانة ولا الشرطة فهمني اللي يخدمهم اللي يعملوا اجتياز حدود راه تنجم تدخل. إذا كرهبتك مسخة ونندام غير لايق واحد راك ما تدخلش. فما برش عباد مثلا يجي من بعيد مثلا كم باركزامب يجي واحد من برا يقول لك شبيه تختار وكان فيها ذوك. بالعكس فما ناس تحكي بالقدية فما ناس متربين فما ناس متخلقين يعني كتخزله يبعد على الكهرباء ما تسجبها له شيء له تاكسي من أصله جمل بالحق كي تاكسي كي لقيت فهمني تو تاكسيات أخذوا صنع القيودة فهمني القيد يهز يمشي ياخو كوميسيون بتاعو يوريهم فهمتني ديريكت من البابور يدخلها مثلا الحانوت معينه في تونس ياخو الكوميسيون بتاعو ويمشي على روحه فهمتني. حتى لهنا في سيدي بوسعيد باش يجي ويخليهم لهنا ما يخليهمش. ودايور قبل كانوا معناها ياخذوا لاجونس مولا لاجونس يجي مثلا كيف يعني يقول لي خويا تحب تتعامل معايا يا باش نتفاهموا في قداش عندك متر كاري يشوف يعني درا تقبل استيعاب نتاع السواح زوز ثلاثة جروبات يقول لي خويا تعطيني 70 مليون فهمتني 70 مليون هذايا في العام 70 مليون في العام نعطيه انا 70 مليون ويجيب لي مثلا فهمتني 4-5 قيود يجيبهم فهمتني يجيبوا للحانوت هذه ومام تو انا نعطي للقيد فهمتني 30% وفما عمليه اخرى يعطيوها في الكار الطليان ب100 دينار هذايا مولا لاجونس يبعثها لفلان والامريكان مولا الامريكان يشري والزرابي أني يشري وزرابي يبعثها ب150 وخلف التعامل مع القيد يعطيه. لا سامح لا هذه مستحيلة فهمني من ناحية التاكسي هذه امبوسيبل. تقول له مثلا باش تعطيه فكرة تقول له مثلا كما نقولوا هذا السيد أبو سعيد يحب نمشي هو كان طلبك باش يمشي على وسائل ما طلبكش نجم تمشي معه تحوس بيه تقول له هذه القاوة العالية هذه فهمني كذا وفما تراس نجم تشوف سيدي أبو سعيد كله وتنجم فهمني فما برشا حاجات فهمت يعني بالنسبة لنا مش نفرض عليه نقول له ادخل ما عندناش الحق ما عندك الحق باش تعمل معك سيكوريتي تقول تحب باش تعمل معك سيكوريتي خاطر انت في ذمتك لو كان يتسرق ويرجع لك البرت يقول لك كيف تسيب كليون تاعك انت كيف تسيبه لا تسرق الحريف لو رجعت ولا انت في مشكل. اصحاب المحلات بسيدي بوسعيد املهم الوحيد في وكالات الاسفار والمرشدين السياحيين انهم يخليوا السائح يدور على راحته ويختار على كيفه وما يحددولوش وجهته. بالنسبه نحن لسيدي بوسعيد ضرونا انا كواحد في نقابه لوتيكا عضو ضرونا فهمني وكل مره هابطوا نعملولكم ما وعملولكم ما عندي ميثاق نتاع الصحفي اخر مره فهمتني وزير السياحه السابق فهمتني سي حواس فهمتني وجماعه لي زاجونس فهمتني تنوريهولكم معناها ما تعملوش بيه حتى شيء. العمليه مازالت هي يجي السائح عاملين لهنا قنطره يهز البلاكه يطلعها من سيدي بوسعيد الحوانت معينه ويرجع بهم فهمتني ما يخليهمش طون ليبر يا ودي ما تفهم لا طون ليبر فهمتني يهز البلاكه بالطبيعه هو السائح كيرا البلاكه يتبعوه يا تعطيه بورسنتاج للقيد ياخذ بورسنتاج 30% ثم حتى 40% والا القطع يقولوا لا مش باهي سلاحش لي رجع ولاك غليت عليه ان شاء الله السائح يرجع كي قبل يابط لهنا السائح ويطلع يحوص ويشري برضا هو سائح مش برضا القيد يهزوا البلاصه معينه يشري من هنا باش يربح الفلوس هنا الساعي يوزعهم يربح وثلاث حوانت دبوا زوج حوانت هذوما باش يشريو ثم ومن بعد تالي هاي هبطهم ديريكت يمشي معناها الناس الاخرى مساكن الناس الاخرى ما تبيعش ما تخدمش معاها السائح يبقوا يتفرج شو تكلم خاطر توا السائح يتبع المرجد نتاعو يتبع القيد يقول ما تمشيش من هنا ما تمشيش ما تخرج من هذيك لازم تاخذ كان من هذيك هو السائح نعطيه البلاد شنية ومناظر تاع البلاد وكل شيء وشارين هاللي كادو كل شيء يجي من بعد رام يخدم ولكن حق مكتسب 30% تعطيني بورسنتاج تبيع قطعة تعطيني عليها بورسنتاج ما تعطينيش راه رجعك اليوم فهمتي ولا انت غشيت وتعمل لك فيها معناها قضيه واستوار فهمتي لو قصه كيفاش ولا اساسا على الصح فهمت واللي رجعت تو ماذا بهم يرجعوا كما كانوا قبل يهبطوا لهنا ويدوروا في البلاد ويحوسوا كل شيء ويسيبوا السائح حر معناتها يدور في البلاد حر ما يوجهوهمش كما يحبوا هما فهمني الاماكن المعينه باش تخدم لاجونس ويخدموا الفيودا ويسونا نحن هذا الميثاق اللي صحوا فيه اخر مره وهدايا باش نعطيك هدايا سي سليم جابلا هاوك الاسامي سليم جابلا
ومبروك شكون هذا ومحمد معز بوشوشة معناها نتاع الوكالات الاصفار كل التزموا باش كونوا باش يرضيوا العباد الكل ونخدموا فهمتني اثناء مش كيما العوام الاخرين معناها يسيبونا السايح والعباد الكل تاكل خبزة على رواح منهم الارتيكل هذايا هاكا تمكين السواح من حيز زمني كافي لزيارة حر يعني الجيد يعني باش يجي لسيدي بوسعيد يزمو يسيبو على يعطيه ساعة طون ليبر حر فهمتني داخل جميع المسالك معناها المسلك نتاع سيدي بوسعيد يسيبو فهمتني يهبط الباركينغ ويسيبهم فهمتني مش على كيف هو يهز وين يحب ويرجعهم فهمتني هاكا المسلك دون توجيه توجيههم لزيارة فضاءات تجارية محددة معناها ما يهزهمش المجازة معين يمشي معناها يبزنس فيهم احنا راهو الاشكالية في سيد بوسعيد نعانيه من اللي جاو جماعة طرابلسية راهو سكروا علينا اللعب راهو ضرونا راهو لهنا حطونا في مأزق راهو سيد بوسعيد ما كانش بالدرجة هذه راهو سيد بوسعيد كان سايح فهمتني يمشي على راحته يسيبوهم طون ليبر توا ولا ليزاجونس مولا وكالات الاسفار هو اللي يحكم فهمتني ويوجه الجيد يقولوا برا امشي لفلان وفلان وفلان ثم بعض ليزاجونس يجبرك باش تمشي لبلاصه سيرتو في لي كروزير سيرتو في بدون ما جينيرال في لي كروزير معناتها ما نخليوش حتى العباد من جد يخدموا لهنا بون انت كجيد تحاول باش تعمل الخدمه نتاعك سكي تعطي لي زانفورماسيون وكذا وكل شيء بارفوا يبدا معك حتى كومبيناتور انت بليج مثلا باش يعمل كذا واحنا الجود نحاولوا باش نعملوا الشيء هذا المشكله في الاجونس في اللي تخرج تخدم الجيد فهمتني خاطر الاجونس وقت تخرج الجيد باش تبعثوا الحانوت معينه فهمتني دونك تاثر وعندنا مشكله راهو احنا تو وزير السياحه هذا لازم يا خويا يجتمع بينا وننظروا ونزيدوا نشوفوا فهمتي في امور الجيوده ووكالات الاصفار راهو ماهوش معقول راهو ناس تلوج لمصلحتها الناس تحب مزات البزنس راهو الجيوده والوكالات الاصفار التو والغدوه بعد غدوه راهو السائح ماهوش قاعد فهمتي سيبوه على راحته سي فري ثم كلكوزون اللي يتعاملوا بالطريقه هذه وهذوما اللي كلكوزون هم شويه ماهمش برشا وراهو ماهوش هو اللي يعمل باش يمشي يهز لك الحانوت هو لاجونس بارفوا كي توبليش ولا بليبار دي فوا كي توبليش يقول لك لازمك تمشي الغادي هو بطبيعته باش تعدى على الحوانت الاخرين لكن وقت يهز الكليون في هاك البلاصه هذيك ممكن الكليون هذاك شرا وما عادش يجي من عند غيره السائح ولا ما عادش يجينا لهنا من تشكيات الجود ما عادش يجي يشوف حتى شيء لا كرتاج لا سيدي بوسعيد لا جامع زيتونة لا حتى شيء اللي يخمم ديركت باش يهزوا الصباح فهمتي يدبر راسه ويمشي على روحه صحيح ثم برشا مشاكل متعلقه بالقريه السياحيه والتاكسيات والمجدين السياحيين واصحاب المحلات بسيدي بوسعيد لذا يلزمنا نلقاو الحلول اللازمه باش نرجعوا السياح وبعد نحلوا مشاكلنا لازمنا نعملوا مثل جميع الناس كنت مجهودها باش يرجعوا السياح خاطر الله ماهوش للديوان مش نحكي على كديوان بحريه تجاريه مواني فما هذه الشركه اللي خلقت هذه جي سي اللي عندها اللزم فيها تقريبا 40 منها واحد خدام عندك الناس اللي كرات الحوانت في وسط القريه السياحيه وماهيش قاعده تخدم عندك المدينه اللي مش قاعدين يخدم معناها كنا تصور انت مليون سائح كانوا يجيو للبلاد اليوم اصبحنا 300 الف عندك كرتاج عندك سيدي بوسعيد عندك التاكسيات